أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة رافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. نبدأ بملف اقتحام أنصار التيار الصدري للمنطقة الخضراء، حيث جدد أنصار التيار الصدري من تظاهراتهم الرافضة لترشيح محمد الشياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء من قبل الإطار التنسيقي. وتجمع المتظاهرون منذ ليلة أمس في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وانطلقوا باتجاه المنطقة الخضراء بعد عبورهم جسر الجمهورية وإسقاطهم للكتل الكونكريتية التي وضعت كحواجز صد. فلنتابع هذه الصور. لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لإسقاط الكتل الكونكريتية الصبات الموضوعة على جسر الجمهورية في بغداد، وعبور المتظاهرين منها باتجاه المنطقة الخضراء قبل اقتحامها من قبل أنصار التيار الصدري هذا اليوم. فلنتابع. في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد تعرض عدد من أنصار التيار الصدري لإصابة من جراء إطلاق القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي قرب بوابة المنطقة الخضراء لمنعهم من دخول المنطقة الخضراء. دعونا نتابع هذه الصور التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. برلمان، أحد البرلمان يتواجد هنا. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول اقتحام أتباع التيار الصدري للمرة الثانية على التوالي المنطقة الخضراء وتحت وسم المنطقة الخضراء الذي يتصدر الترند في العراق. عبد الله الفهد يقول: المتظاهرون يرفعون صورة فيها إعدام للذيل الإيراني نور المالكي أو كما يسمونه
نوري سبايكر بسبب دعمه وإيران لداعش في مجزرة سبايكر على أرواحهم الرحمة. يقول عودة العراق هو بتطهيره من رجس ذيول إيران الذين دخلوا مع أمريكا العراق أولا ثورة محرم الحرام المنطقة الخضراء. أحمد الجوراني يقول الإطار الأرجنتيني، يقصد الإطار التنسيقي، هو رأس الفتنة. تغريدة من علي يقول فيها ماذا بعد التظاهرات، يقول هل هناك خطط مدروسة لما بعد الدخول إلى الخضراء؟ يقول لحد هذه اللحظة لم نرى أي بوادر توحي بأن الحرب على الفاسدين قد بدأت، لم نرى سوى فوضى، بيانات من الطرفين واستعراض للقوى في الشارع. كرار غرد وقال عندما ثار الشعب ضد النظام الفاسد كل الأحزاب توحدت من أجل القضاء عليه، وعندما ثارت الأحزاب على بعضها من أجل المناصب تحدثوا باسم الشعب والمظلومية والإصلاح. معنا اتصال من الولايات المتحدة الأمريكية. حكمة مرحبا بك معنا. حكمة، كيف ترى اقتحام أتباع التيار الصدري للمرة الثانية المنطقة الخضراء خلال أيام قليلة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. يا أهلا بك. إن شاء الله كل العراقيين بخير والله يحفظكم. الله يسلمك ويخليك. الله يسلمكم ويسلم الشعب العراقي إن شاء الله يا رب. آمين. هذه الضغمة الحاكمة في العراق الذي لا لهم منبع ولا لهم أساسا. إحنا متعودين أنه نكون دائما نستمع لكل الأحزاب اللي هي حزب أتلى من حزب آخر. يعني صار 18 سنة إحنا نسمع بيهم. هؤلاء جاي يبعثرون بالشعب ويبعثرون البلاد، سواء كان نور المالكي تيار الصدري وما شابه ذلك، ومن هؤلاء اللي هم كليتهم ديول وتبعية إلى 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 إلى, إلى كل الجهات من إيران إلى كل الدول. إحنا نقولهم هذه المرة الثالثة، قبلها كانت ثورة تشرين، ثورة تشرين البطلة الذي أول ما أنقذها وأول ما دعم أذاها وكسرها هم التيار الصدري وغيرهم. هاي واحدة. الآن إحنا نقول ما يخالف هم نرجع وياهم، يعني إنه هذا الضحك عذقون إلى متى؟ المالكي ومقتدى الصدر وهادي العامري والدور ترجع على نفس المحور. ماكو محور ثابت ومبين للشعب. الآن هذه الفرصة ما تتعوض. لو سمحوا إلى ثوار تشرين وغيرهم من الشرفاء ودعوا الشعب بصورة صحيحة، لا ما كانوا السيطرة على المؤسسات والحفاظ على المؤسسات، لا أنهون من هذه الوضعية واعتقال هؤلاء اللي موجودين حاليا اللي هم يدعون أنهم رعاة العراق ورعاة شعب العراق ورعاة الحكومة اللي دمروا العراق وشتتوا العراق من عام 2003 ولحد هذه اللحظة. زين فأستاذ العزيز، إحنا لا تخدعنا المظاهر ولا يخدعونا هذول الآن المتظاهرين الداخلين. هالساعة بعد فرد ساعة تلوك تسمع بيان آخر بالانسحاب. ويومية هجلة تمر يا نخلة. هذا الحكي سحولة هراء. هذا حكي ما حد يصدق إلا بس المجنون عشاكم. يعني إحنا نريد حل واقع. خلي يشرك الشعب، خلي يشرك ثوار تشرين اللي أطوا دماءهم وأطوا أرواحهم. زين ليش انهم هم مقتنعين انهم بنفسهم بس هم دولة او بس هم يعني شعب؟ احنا نتذكر بقية الشعب أخي يعني حكمة. ما له حق ان يظاهر بثورة تشرين. ابن الرمادي، ابن تكريت، ابن الموصل، ابن البقية، ليش ما يخلوه يظاهر؟ حكمة ليش تسمعني؟ ليش ما يسمحوا له يدخل بالسيارات الى بغداد؟ حكمة تسمعني؟ نعم اسمعك. ليش بثورة تشرين تم التصدي بعنف وقتلوا مئات الشباب وجرحوا الالاف من ثوار تشرين؟ الان يوم الأربعاء دخلوا أنصار التيار الصدري، دخلوا إلى البرلمان، دخلوا إلى المنطقة الخضراء، وبعد ذلك انسحبوا وسماها مقتدى الصدر بأنها جرة إذن. واليوم هم دخلوا وما صار يعني مواجهة من قبل القوات الأمنية أو لم تقم بإيقافهم، فاتوا وكسروا الصبات ودخلوا. شنو هذا التناقض بين ثوار تشرين لو الأمر متفق عليه؟ لو شلون يعني؟ لا لا أستاذ، المتفق عليه بعلم الكاظمي الذي سلم العراق لكل العالم. نعم. لإسرائيل وأمريكا وغيرها يطلق مدفعية بقنابل دخانية فوق.
ضرب له حوالي تقريبا 10 قذائف دخانيه امامهم. نعم. ويقول لهم انتم لا تدخلون هذا، هو باتفاق مع 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 مقتدى. نعم. هذا حكي يا استاذ، هذا حكي فارغ يصحوا له. نعم. انا اشكرك حكمت من امريكا. كان معنا ابو علي من ابو غريب. ابو علي، كيف ترى اقتحام اتباع تيار الصدري للمنطقه الخضراء للمره الثانيه على التوالي؟ والله الحمد لله والشكر. السلام عليكم بالبدايه. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله والشكر، الله نعم علينا، واتفقوا الشعب ويا الجيش، الحمد لله والشكر، بإرادة رب العالمين، الحمد لله والشكر. شو اتفقوا؟ العراقيين أبطال، العراقيين أبطال، نفذوا اللي يريدونه. هذول جابتهم أمريكا من 2003 لهذا اليوم، وشورفتنا. شنو الاتفاق أبو علي؟ أبو علي، شنو الاتفاق اللي صار؟ نعم. تقول بين الشعب والجيش، يا اتفاق صار؟ اتفاق، لأن الجيش هو بالجيش مظلوم، عائلته مظلومة، والشعب من زمان الله حارله. أبو علي، أبو علي، أبو علي، تسمعني أبو علي؟ نعم. أتباع التيار الصدري اقتحموا المنطقة الخضراء، هسه قاعدين بالبرلمان، تمام؟ نعم. بعد كم يعني فاتوا يوم الأربعاء واليوم سبت هم دخلوا مرة ثانية. الشعب شو العلاقة؟ الجيش شو العلاقة؟ هسه يغرد سيد مقتدى وينسحبون من البرلمان. الشعب العراقي، حلوش نقول التيار الصدري، هو الشعب العراقي المظلوم، اللي نص العراقيين بالسجن مظلومين، ونص النسوان العراقيات بالسجن. شو تشوف نتيجة هذا الاقتحام؟ تمام أبو علي، أبو علي. نعم. لأن الوقت قصير وعندنا اتصالات هواية. نعم. وملفات هواية. أنت برأيك شنو نتيجة هذا الاقتحام للمرة الثانية؟ ايش راح يسوي؟ جاوبني الله يخليك. هاي من إرادة رب العالمين، هو رب العالمين اللي خلى الشعب يهجم على البرلمان، والحمد لله والشكر حتى محمد الحلبوسي من البارحة الشلاء من أردن، وبعد ما يشوف وجهه، ما يشوف وجهه أي برلماني، بعد ما نشوف وجهه. نعم. من هنا لهنا. أبو علي من أبو غريب كان معنا أبو علي من البصرة. أبو علي، كيف ترى اقتحام أتباع التيار الصدري للمنطقة الخضراء للمرة الثانية على التوالي؟ تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخي العزيز. نعم. بالعراق طبعا كثير من المظاهرات اللي شاهدتها ما يدخلون المتظاهرين لمنطقة الخضراء في هذه السرعة. نعم. يعني خلنا نتحدث على مظاهرات تشرين. مظاهرات تشرين يعني ما يقارب 8 أشهر ولا أكثر، أنا ما شفتهم استطاعوا يدخلون للبرلمان. من بعدهم ظهروا أنصار الإطار وما دخلوا للبرلمان، وكثير من المواطنين المظاهرات اللي قاعد تصير بالعراق يا أخي ما يقدرون يوصلون للبرلمان بهيك السرعة. نعم. بس أنا أقول لك هاي المظاهرات يعني مجرد ساعة ساعتين ويدخلون للبرلمان. إذا ما بيها، نعم، إذا ما مدفوع راح يدخلون يا أخي. يعني تقصد أكو تنسيق؟ هو المفروض يتحمل المسؤولية حكومة الكاظمي والأجهزة الأمنية القادة اللي موجودين. أبو علي يا أخي ما يعني أبو علي، إهانة الحكومة العراقية. تمام أبو فضل. علي، يعني تعتبر أنت هذا الاقتحام الثاني هو تنسيق مع حكومة الكاظمي؟ شنو هدفه؟ أنا علي بهذا، علي بهاي التظاهرات هسه اللي دخلت بهيك السرعة. تمام. هاي هسه الأخيرة اللي دخلت بهيك السرعة. نعم. هاي من المستحيل يا أخي دخل. نعم أبو علي. نعم. أنا أشكرك أبو علي من البصرة كان معنا. طبعا بعد عبور أنصار التيار الصدري جسر الجمهورية اقتحموا المنطقة الخضراء واتجهوا إلى مبنى البرلمان في العاصمة بغداد. دعونا نشاهد هذه الصور التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. بيت المالكي وين بشرفك؟ عليك الحسين وين بيت المالك؟ حسين وين بيت المالك؟ يا ولد حرس حرس بيت المالك وين؟ وين
طبعا بعد دخولهم إلى مبنى البرلمان أعلن أنصار التيار الصدري بدء اعتصام مفتوح داخل مبنى البرلمان. مشاهد من داخل البرلمان تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي من قبل عراقيين، فلنتابعها. نعرض لكم جانبا من هتافات أنصار التيار الصدري في البرلمان والتي تعبر عن الرفض للتدخل الإيراني والأمريكي في العراق، فلنتابع. ونذهب إلى تغريدات العراقيين، نقرأ تحت واسم المنطقة الخضراء أيضا على تويتر حول هذه المقاطع وهذه الصور. خالد يقول: عندما يعلن الشعب عن إرادته ويعلن التحرر تجد الأذناب تتحرك وخلفها ذيول الاحتلال. يقول: العراق في هذه المرة أو أن تكونوا أحرارا أو تكونوا أحرارا. يقول أما علي فيقول: أصبح العراق أسوأ حالا من لبنان. في لبنان لم يتفق الفرقاء على رئيس الدولة عدة أشهر بسبب تدخلات دول الجوار، وفي العراق لا رئيس جمهورية ولا رئيس للوزراء لنفس السبب. مجتمع العراق يقول: 20 سنة حكمتم وحكمكم كان عبارة عن قتل ونهب، وصلتم الحالة حكمكم صار أظلم من حكم الحجاج، إش وقت التعظون معروف. أما الشمري فغرد وقال: لا توجد ثورة أصدق من ثورة تكالبت عليها الأحزاب من كل حدب وصوب، وانهالت عليها النيران من القنص والضرب المباشر والدخانيات الكاسحة للرؤوس. ثورة لم تستطع أن تعبر جسر الجمهورية، هي أصدق ثورة. يقول تشرين المنطقة الخضراء. معنا اتصال قيس من الحلة. مرحبا بك معنا قيس من الحلة، كيف ترى اقتحام أتباع التيار الصدري للمنطقة الخضراء والبرلمان وإعلان اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء؟ مرحبا بك. نعم حبيبي، يا أهلا بك. حياك الله استاذ فاضل، وسهلا بك، وتحية لك ولقناتك الموقرة وكل المتابعين الكرام. أهلا وسهلا. ونحن اليوم نشاهد أحداث شعبوية كبيرة. نعم. تحاول أنه تجعل بصمة لها في ظل الأحداث التي لا سيما أنها كانت نتاجات في ثورة تشرين المباركة ونتاجات احتجاجات جماهيرية عارمة، حيث أن الحكومة لا زالت لا تعي محورية ومراكز مركزية الاحتجاج من جراء ثورة تشرين، حيث أنه الشعب العراقي ومتطلباته في خلال هذه الفترة تختلف عما هي كانت عليه قبل ثورة تشرين. نحن لسنا بصدد مساندة وحقيقة الأمر ودعم الحكومة التي يشكلها التيار الصدري، بقدر ما أنها ندعم كل الإمكانيات التي تجتاح وتجتاز توفر إمكانية حكومة الإطار التنسيقي، لا سيما أنها لم تجعل نفسها مصالحة صحيحة ومصالحة بناءة جديدة في ظل التغييرات الحاصلة مع الشعب العراقي. على حكومة الإطار وحكومة التي يعني هل شاركت قيس هل تعتبر بأن هذا الاقتحام هو امتداد لثورة تشرين؟ إنها ليست امتداد، وإنما بقدر ما أنها عبارة عن تلميحات وانعكاسية لتورط الشعب العراقي جراء كل الحكومات التي صادرت إرادتها وصادرت
حريتها وعملت على سلب سيادتها. لذلك ما هي إلا أنها وسيلة، وأنا أعتبر من هذا المكان الخاص الذي لا أؤيد فيه تيار صدري منذ أن نشأ لغاية هذا التاريخ، ولكن أنا أجعله أو أعتبره هو بمثابة مصالحة حقيقية من اتجاه الشعب العراقي. التيار الصدري الآن في الوقت الذي يعني في حال وافق الإطار على مطالب التيار الصدري بتغيير محمد شياع السوداني واختيار اسم يتم اتفاق عليه من قبل الإطار والتيار الصدري، سوف ينسحبون من المنطقة الخضراء، صح لو أنا غلطان؟ ربما سيكون هذا بقدر، لكننا يعني مطالب الشعب العراقي هي أكبر بكثير من كون أنه إفشال حكومة يعني الظل وحكومة تميس المالكي بشخصية محمد بن شياع السوداني. نحن الآن نطالب في اتجاه في تغيير النظام السياسي بالكامل، نطالب في تعديل نظام الانتخابات، نطالب في يعني حل البرلمان بأسرع وقت واللجوء إلى انتخابات مؤقتة بعد تنفيذ الخطوات الصحيحة باتجاه القانون العادل للانتخابات. هذه الطلبات ما صارت نلاحظ في حقيقة المشكلة أخي قيس، صارت انتخابات مبكرة وهاي صار لها 9 أشهر. ماذا أنتجت الانتخابات المبكرة؟ إذا المدن الدستورية بالكامل انهارت، إذا لا يجوز أنه لا نعطي شرعية إلى كل ما يدور في اتجاه الحكومة باتجاه السلطات الثلاث في البلد طالما أن انتهت المدن الدستورية. أنا أشكرك قيس من الحلة، كان معنا أبو عبد الله من أربيل. أبو عبد الله، كيف ترى الأحداث في العاصمة بغداد من خلال الاقتحام الثاني من قبل أتباع التيار الصدري للمنطقة الخضراء في بغداد؟ ابو عبد الله تسمعني؟ مرحبا بك. الو اسمعك ابو عبد الله، تفضل. الو ابو عبد الله تسمعني؟ وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل ابو عبد الله. احيي الاستاذ، حياك الله يا اهلا استاذ، احيي المشاهدين، اهلا وسهلا بك استاذ. انا قبل مده قلت لك هاي تشتغل، هم جايين يردون يستنسخون حسن نصر الله جديد بالعراق. المرجعية وضافت من أبوه الشهيد والشغلات هاي يستنسخون حسن نصر الله، مثل ما استنسخوا باليمن استنسخوا هذا شو اسمه الحوثي، وبلبنان عن نفس الشيء يريدون يستنسخون أستاذ. هاي والله هم طابخيها سوى يعني التشريد، بس إذا رادوا يعبروا الدستور الجمهورية أنطوا أكثر من الشهيد وما عبروا. ليش هسه القوات الأمنية هم هذول سبب لقطة أبو لابس زي عسكري يجي يقول لهم افتحوا البوابات، افتحوا البوابات خلي يطبون، ليش يطبون؟ هو هذا مثل الشعب لو مش عداء هناك. نعم. السلطات وين من الشغلات هاي؟ وينهم؟ بالخضراء وينهم؟ يعني مدى أدري أستاذ، مدى يقسمون على العالم. هم إذا أكو خصومة بيناتهم، خصومة تدعس على المغانم، على المغانم عندهم خصومة. نعم. يعني في حال تم الاتفاق، في حال تم الاتفاق على مرشح سوف يتم الانسحاب. ما. نعم. تفهم بيناتهم هم البارع. أستاذ محمد شياع السوداني قلق لك عليه، كم وزارة استلم؟ أعطيني وزارة تشحن. أشو أبو الصحة يحسن. التحليل يحسب، الجهة العسكرية تحسب، أبو الفقراء الاجتماعي يحسبون، شنو اسم نجح فيهم؟ واحدة نجح فيهم ماكو، هم قاعدين يعني ما أقول لك حساكم، ما أقول لك ساقين، بس هذول يعني أكثر عقل ما عندهم، يعني عقد حقوق الدولة ما عدل. نعم. أنا أشكرك أبو عبد الله من أربيل كان معنا. معنا محمد من هولندا، مرحبا بك معنا محمد، تفضل. السلام عليكم، تحية لك أخو مان. أهلا وسهلا بك. جميعا لقناة الوطنية. يا هلا بك. والله هي ترى هاي ابتداء لما شوف تشرين أخو مان. نعم. هي تشرين الفساد ضد القتل. يعني فهي ابتدارا يعني ضد الظلم الجهل، فيشوفها امتداد. وانا اقول للسيد محفظة والله عافية ابو هاشم، بس اريدك تثبت، مو كل يوم طلعوا ورجعوا،
ما دام تخلصنا من وجوه العدنا، لانه اذا ما ثبتت ترى كلهم صارك يعوفونك. هاي ملاحظه مهمه. خليك مثل ما كان جدك الحسين انتفض على الفساد على الظلم، فانت نفس يعني التاريخ يعيد نفسه. لكن اثبت، ولو حاليا عمر قاعان يفترض بغداد ليجتمع بالكتل السياسيه. والسيد مقتدى ما رد عليه، وهذا يعني هذا قرار مؤكد اخ عمر، قد يتخذ السيد مقتدى، لكن هو رفض اللقاء. السيد مقتدى حاليا سلخ جدا عن ايران، وثبت انه هو وطني، لكن لازم يثبت ويصمت. لازم المتطهرين ما يستحقون الا يخلصونا من هاي وجوه العتنه، مو بس المطالب. شيخ الشعب كله مدمر، يعني كله يعني بطالع. هل تتوقع بانه هذا الاقتحام سوف يغير من شكل العمليه السياسيه في العراق؟ أم أنه في حال تم الاتفاق على مرشح معين وتقاسم المناصب خلاص كل من يروح لبيته؟ لو هذا الشعب يوما خبر يقدرون يصمدوا، بس مو يسحبون، يصمدون بالبرلمان، المحافظات كلها لازم تطلع وياهم يساندوهم. يقدرون يغيرون، ياما الشعوب غيرت الأنظمة يا خمر، تعرف أنت التاريخ يعني موجود، فلازم يقدرون يبقوا صامدين بس مو يتسحبون. يعني من خلال تغريدات الجمهور العراقي اليوم يذكرون بما فعله اتباع التيار الصدري بثورة تشرين، عندما يعني كانوا هناك وبعد ذلك قاموا بضرب والاعتداء على ثوار تشرين. يعني يقول لك خلاص بما انه احنا مجربين الجماعة، بس يتفقون، بس يصير هناك تفاهم بين الكتل السياسية، خلاص كل شيء يرجع لمكانه. والله إذا هذا الشيء صار سيد مقتدى يكسر شعبيته. يعني الشعب مل يا أخي، الشعب مل، شعب تعب، شعب جوعان، ثلاث أرباع وظائف ماكو. وهذا مالكي أكبر حرامي بالعالم، أكبر حرامي، أكبر مجرم. تتذكر كلمة سبايكر؟ والزرقاء أكبر حرامي ماكو، قاعد قصر سندباد، قصر صدام. المالكي من أين لك هذا؟ أكبر مجرم ذاك اليوم طالع هو كرشه وسلاحه. أكبر جبان سوى شرد، واحد ايران شرد، اكبر شبان. هل صمدون؟ واحنا كنا وياك ابو هاشم مسكون يصمد ما ينسحب، خلصت من هاي الوجود عندنا. أنا أشكرك محمد من هولندا كان معنا. نبقى مع ملف اقتحام المنطقة الخضراء. في كلمة ألقاها يوم أمس عمار الحكيم أمام تجمع لتياره تيار الحكمة في ساحة الخلاني بالعاصمة بغداد، أكد بأن الإطار مصمم على تقديم المرشح محمد الشياع السوداني لمنصب رئيس الحكومة، وأضاف بأنهم لن يخضعوا لأصوات الفتنة كما سماها، مما سبب غضبا لدى أتباع التيار الصدري، وندد باقتحام أنصار التيار الصدري للبرلمان في يوم الأربعاء الماضي، مطالبا القوات الحكومية بعدم السماح بذلك. هذا الكلام يوم أمس. دعونا نتابع ما قاله عمار الحكيم. خلال الأسابيع الماضية محاولات عديدة لزرع الفتنة والتناحر بين مكونات الشعب من جهة، وفي داخل المكون الاجتماعي الأكبر من جهة أخرى، وهي مساع خبيثة لا تريد بالعراق وشعبه إلا شرا، ولن تتوقف حتى توقع بين الإخوة وأبناء البيت الواحد. إننا نراهن على وعي العراقيين وحرصهم على التماسك والوحدة، ونحيي النفوس الوطنية الأبية والمسؤولة التي تخمد نيران الفتنة وتنظر إلى مصالح البلاد العليا، وإن كانت متضررة ومجروحة من موقف هنا أو إجحاف هناك. بعد هذه الكلمة قام أنصار التيار الصدري، وكرد على كلمة عمار الحكيم، قاموا باقتحام عدد من مكاتب تيار الحكمة التابعة للحكيم في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد وفي محافظة البصرة وفي عدد من المحافظات العراقية. دعونا نتابع هذه الصور لاقتحام أتباع التيار الصدري لمكاتب تيار الحكمة. Thank you.
كذلك طبعا تم اقتحام مكاتب لحزب الدعوة، وتم أيضا إغلاق عدد من مكاتب الأحزاب التابعة للإطار التنسيقي كما حصل في محافظة واسط، ومكتبين للنائبة عليا نصيف في مدينتي الحرية والكاظمية في بغداد، ومكتب النائب أحمد سليم الكناني في الزعفرانية في بغداد أيضا، وكذلك مكتب حزب الدعوة في الزعفرانية. دعونا نتابع هذه الصور. الشعب العراقي يغلق المكتب عمار الحكيم. إلى تفاعل الجمهور العراقي حول موضوع إغلاق مكاتب متعددة أحزاب تابعة إلى الإطار التنسيقي وعلى رأسها مكاتب تيار الحكمة. كرار علق وقال هي مبينة بعد الطرفين ما يسكتون، لأن يعتبرون اللي يسكت منهم مهزوم والهزيمة صعبة للطرفين. هذا حال البلاد، قهر بقهر. عبير العراقي تقول نسأل الله ما يبقى مكتب للأحزاب بالعراق. أما لولو فقالت أدري شنو مسابقة تخبلتوا، كل واحد يستعرض بجماهيره والشعب واقع بها. تقول أقسم بالله ولا واحد قلبه على العراق والشعب، كل واحد همه مصلحته ونفوذه والكرسي. تقول الله ينتقم منكم. جواد الكناني يقول لعنة الله على كل من لا يريد استقرار العراق من الأحزاب الحاكمة. نعم، معنا اتصال من النرويج. إبراهيم أهلا بك معنا. إبراهيم كيف ترى ما جرى اليوم؟ طبعا يعني إحنا في هذا الملف الثالث، البارحة كانت كلمة لعمار الحكيم زعيم تيار الحكمة، ووصف أتباع التيار الصدري، ما اعتبره طبعا أتباع التيار الصدري، بأنه يقصدهم بأنهم مثيري للفتن، فاتوا على المكاتب، غلقوا هذه المكاتب في بغداد في محافظات أخرى. كيف ترى اقتحام أتباع التيار الصدري للمنطقة الخضراء للمرة الثانية على التوالي؟ تفضل إبراهيم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. موضوع أنه التيار الصدري بالذات هو اللي اقتحم المنطقة الخضراء، هذا حصل فترة يعني من فترة ثورة تشرين الجبارة البطلة، عندما دخل جماعة التيار جماعة مقتدى، ومقتدى معهم وياهم كان على رأسهم، وبقى ثلاثة أيام باعتصام ونصب خيمة، وبعدين انسحب. من انسحابه كان يعني في السيناريو، وأدى هذا السيناريو إلى أنه كانوا يريدون فيها إفشال، والآن كرروا نفس الشيء. أنا شخصيا يعني ما عندي إيمان بهذا كل اللي يصير. هذا كله يخدم إيران، يخدم إيران لمصلحة إيران. إيران إذا لمصلحته، إذا ذبحت السنة والشيعة لا سامح الله، ولو صارت هم بسببهم أو يعود المصلحة لهم. فكل ما يصير هو لصالح إيران مع كل أسف. ليش؟ لأنه أذيالهم داخل العراق هم اللي ينفذ لهم السيناريو اللي يأتيهم من إيران. فهذا اللي يصير الآن، هاي موضوع أنه عمار الحكيم يطلع يحكي مع كل أسف، يعني مظهرهم مظهر وزيهم الديني وإمامة رسول الله براسه، مع كل أسف هذا نفاق ديني كبير
يعني هذا القرآن وتفاسير القرآن من كل علماء الدين، هذا نفاق كبير، نفاق سيؤدي بنتائج يعني لا سامح الله على الشعب، بالتالي على الشعب العراقي. يعني أنا أخاف على العراق، والله أخاف على العراق، أنه لا الله سبحانه وتعالى بسبب هؤلاء، بسبب المعممين، وأنا رجل شيعي ترى، بس أنا شيعي ما أنا هدي شيعي، أقول السني أخوي دافع عنه لو منه بالذات العراقي زين، ولكن أنا نقول مثلا وماكو مسلم ما يحب علي بن أبي طالب، وإحنا ما نريد نتبرع حسب له. نعم سؤال أنه ذول هؤلاء كيف، فاللي ذا سعود تعرف صدري من العراق مع يعني ناس وطنيين بهم هم، لا أنا ما أريد أشوف الكل، أكو ناس وطنيين يعني فعلا إذا يعني، ولكن هو شكلت حكومة من عندهم راح تصير هيمنة على العراق، ولا تتصورون يا عيني يا عراقيين انه راح يصير اصلاح وبناء مدارس ومستشفيات، هاي بالنسبة الى الامر. نعم انا اشكرك ابراهيم، لا سامح الله لا قدر الله، والله نسأل الله عز وجل ان يحفظ العراق والعراقيين. طبعا تداول العراقيون وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي بسخرية ردود فعل السياسيين وزعماء الأحزاب على ما يجري في الساحة العراقية وتغيير كلامهم بين تغريرة وأخرى، حيث نشر الحساب الرسمي التابع لعمار الحكيم تغريرتين بعد اقتحام مكاتب تيار الحكمة داعيا إلى عدم الانجرار وراء الفتنة. دعونا نتابع هذه التغريدة لعمار الحكيم، يقول مستشهدا بآية قرآنية، يقول لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هذا بعدما يعني تحدث في الخطاب وقال واتهم أتباع التيار الصدري، كما قال أتباع التيار الصدري بأنهم مثيرين للفتنة، وقال كلا للفتنة. هذا بعد ما بعد الخطاب وبالتحديد بعد اقتحام مكاتبه في بغداد وبعض المحافظات العراقية. نعم هذه ما غرد به عمار الحكيم زعيم التيار الصدري. وكذلك هناك تغريدة أخرى له، هذه التغريدة قال بأنما المؤمنون أخوة، كذلك استشهد بآية قرآنية وقال الآية تقول إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. تحدث بأن الوضع العراقي حرج التي تمر به الساحة الداخلية اليوم، ويتطلب من الجميع تغليب لغة العقل والمنطق والحوار والتنازل للعراقي ولشعبه. هذا ما جاء في تغريدة عمار الحكيم، ودعا إلى ضبط النفس والتحلي بأقصى درجات الحكمة للحيلولة دون ضياع الوطن الذي لا يعوض. طبعا كما أشرنا بأن العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي استغربوا من التغيير في التغريدات هذه وتغيير مواقف السياسيين. في التغريدة المثيرة للجدل ما نشره حساب جلال الدين الصغير يصف به جهة معينة بأنها يعني مثيرة للفتنة كذلك، وقال حينما ترون الفتنة قد أكلت بعض الناس وهاج بها وماج البعض فلا تأسوا عليهم ولا تبتئسوا، فإن النار لا تأكل الزرع الأخضر وإنما تأكل الزرع الذي يبس من الفتن السابقة أو كائد، ولكنه لم يعتني ببصيرته ولم يهتم بإعادة النظارة لقلبه، فجاءت الفتنة الحالية لتأكله. هذه التغريدة. بعدين بعد ذلك يعني قال بأنه بعض الأخوة في إدارة الصفحة نشر حديث قديم لسماحة الشيخ يعود تاريخه ليوم 27 من عام 2013 في الشهر الثالث عن الفتن، ومستعيرا إياه بأن أحد المواقع، وحيث بأن سماحة الشيخ يرى بأن ظروف الحديث يوم ذاك غير ظروف اليوم، فقد أمر بحذفه لعدم المناسبة، ولذلك اقتضى التنويه. تغير الموقف هنا بتغريدة جلال الدين الصغير، تغريدة
تنافي التغريدة الثانية. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه التغريدات وهذه المواقف المتغيرة بسرعة من قبل زعماء الأحزاب السياسية ورجال الدين. يقول مناضل الخضير الركابي، يقول الصغير قاد حملات التحريض ضد شباب تشرين وشريك في إراقة دمائهم الطاهرة. أحمد يقول أحد أدوات الخراب والكراهية والطائفية ونشر الخزعبلات. أما سيف يقول هيبة الدولة وين كانت من طبوا للخضراء بالسلاح والسيارات مو على مود قاسم مصلح، والفيديوهات على اليوتيوب موجودة، ليش ما استنكروا ذاك الوقت؟ أما أحمد عبد الله فقال خاف لا يطبوا له الصدريين لأن هاليومين ياهو اللي فك حلقة طبوا له فقال لك السالفة وجعانة ويضحك. نعم معنا اتصال محمد من بغداد. مرحبا بك معنا محمد، كيف ترى اقتحام أتباع التيار الصدري اليوم للمنطقة الخضراء؟ مرحبا بك. أهلا وسهلا. تحية لك ولقناة الرافدين. يا هلا بك. أهلا وسهلا دكتور. هاي المسلسلات من التلفزيون لحد الآن ما بغي هالشيء. نعم. أني أقول عندي فدرائي يعني الدول الحشود اللي راحت المنطقة الخضراء. نعم. لو سلك أكو لو سلك من مقتدى يريد يغير النظام بالبلد، يعني دولة ما محتاجين واحد يقول لهم روحوا غيروا أو روحوا ركعوا لبيوتكم أو روحوا سووها. الناس المفروض هسه من الناس، انا هسه نداء للناس هذول اللي موجودين هسه اللي المتظاهرين او الحشود او يعني نعم. كل المسميات نعم. المفروض هذول هسه شو يسوون؟ البيوت مال المسؤولين موجودين يعني كلها هناك، هاي قامه طلعوا من هزموا يعني المفروض هذول كلهم هسه يعني يجيبوهم ويسوون محاكمه اعدام جماعي، لان يعني هذول دخلوا العراق دمروا البلد يعني. وتتاسس حكومه جديده وهاي المنطقة الخضراء شكو واحد فاسد يزيلوه من عندها وشكو واحد فاسد بده يزيلوه. انت مع سلوك هم جديين، اذا هو مقتدى سلوك جدي بالموضوع، بس هاي كلها الله وكيلك دكتور كل شيء ما راح يصير. وهاي قضى حكايه من عندي يرجع الوضع كما هو عليه، يعني منا الباشر ويقضي يرجع الوضع كما هو عليه. ليش؟ هاي كلها انذار للحكومه، يعني ما اشوف ما اقدر اطلع عليكم واطلع عليكم. زيدوا لي النسبة مالتي من الحصة مالتكم والنفط. بدل ما اخذ مليار دولار انطوني مليارين دولار. هي هاي ابراك هالناس البسطاء. يعني بين الشيهم دول الناس غير بين الشيهم مثل عشان يقولون لهم على ما عثر على هاي الناس. المفروض الناس يقول لك احنا ما نحتاج شيء. احد يوجهنا وراح يوجهنا، احنا دمرونا هاي الحكومة كل كل واحد مسؤول بالدولة دمر البلد، دمر لا. الشعب ودمر الدولة يعني. مفروض هم من نفسهم يحكمون، ما يحتاج عدل من واحد. يعني هاي أول التشرين اللي صار 8 أشهر دمروهم بالغازات وبالقنابل وقتلوا العالم وجرحوا العالم، يعني هذول طبوا هيجي هي هاي اتفاقية، يعني كلها استعراض. استعراض، هاي شغلات استعراضية. يعني ها ترى هاني تقول انتم تزيدون مليار مليار دولار شلون اخليكم؟ مو ماشي تو راح يتفقون في الارض، ليش ولا يعوفوها ولا ما يعوفون البلد والحكومه الا بتطهيرهم يعني باعدامهم. مستحيل دكتور هذول يطلعون من البلد. انا اشكرك محمد من بغداد كان معنا. دعونا نتابع بعض الصور التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي لاقتحام اتباع التيار الصدري. هذه الصور متابع هنا يعني يسبحون في إحدى النافورات، هذا الرجل المسن يضحك ويسبح كذلك. صورة أخرى يجلس أحد أتباع التيار الصدري على مقعد رئيس البرلمان، هذا في وضعية مضحكة. انتشرت طبعا هذه الصورة بكثرة. هذا طفل يبيع الحلوى داخل مبنى البرلمان يسترزق كما قال العراقيون. امرأة مسنة كذلك على مقاعد البرلمان، هذا يدخن النرجيلة. يعني كانت هذه من أبرز الصور التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في العراق مع الاقتحام الثاني لأتباع التيار الصدري. نذهب إلى الهاشتاج مع الأحداث الجارية في العراق. أطلق عراقيون واسم المالكي فتنة، والذي تصدر على تويتر في العراق ردا على ما يحدث في العراق حاليا. مازن العراقي غرد تحت هذا الوسم وقال كل ما حل بالعراق من دمار ولا زال سببه الراعي الأول للإرهاب
المالكي. أما أمير عذاب فقال بيان الإطار التنسيقي الحقيقة هو بيان نور المالكي وائتلاف دولة القانون وكتب باسم الإطار التنسيقي. تمارة تقول تتقاتلون وتتخاصمون وتعرفون بأن عبيدكم هم الحطب وأنتم ستسجلون أو ستجلسون على طاولة الاتفاقات وتوزعون الكعكة من جديد. تقول الرحمة لشهداء الوطن والسلامة لمن بقي محافظا على وطنيته. بلاسم قالت العميل الخائن سبب كل الأزمات، ضياع العراق وموازنات انفجارية سبب وجود الميليشيات أسس للقاتل للقتل والإرهاب والفساد والخيانة والعمالة والسرقة. أول من أفسد المؤسسة العسكرية شرع انتشار السلاح المنفلت اللي يقتلنا اليوم عمل على التزوير وتجيير القضاء لصالحه. هذا الإرهابي أكبر فتنة، المالكي أكبر فتنة أو المالكي فتنة. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين من حلقة برنامجكم صوتكم. نلقاكم يوم غد بإذن الله، في أمان الله.